بسوريا في قانون بيجرم أي شخص بيحكي عن سعر صرف الدولار حسب السوق السوداء، فصاروا الناس يسموا الدولار شو اسمه. طبعاً سعر صرف الدولار بالبنك المركزي 1256 ليرة، بينما سعر صرف شو اسمه بالسوق السوداء قريب من 3000. وبما أنه حكومة أسد أصدرت قرار برفع سعر البدل للخدمة العسكرية سعرته بالدولار، فكان من الصعب أنه تتعامل مع الناس بالسعر الرسمي اللي حطته بالمصرف المركزي. لهيك أصدرت قرار مبارح بتسعير بدل الخدمة العسكرية بعملة شو اسمه، يعني 2550 ليرة لكل دولار، مع استمرار سعر الصرف الرسمي للدولار على 1256. بعرف أنه ضيعتكم، حتى أنا ضعت مثلكم، خليني بسط لكم إياها. خلاصة القرار كالتالي: اسمع يا مواطن، منبيعك دولار ب 2550 ومنشتري منك ب 1256، لسنا الوحيدين، بس غصب عنك بدك تاخذ من عنا. طبعا هيك قرار عمل جدل كبير بالسوشيال ميديا بسبب وقاحته مثل ما عبر البعض، وحتى الناس صاروا يتناقلوا القرار باسلوب فكاهي. من التعليقات اللي اجت على هذا الخبر من حيان اللي قال: للاسف تسابقون السوق السوداء بتسعير الدولار وتتهمون التجار والمضاربين. بعد ما تحسن سعر صرف الليرة رجعتوا بقراراتكم الحكيمة وقلبتوا الطاولة. أما رأفت علق على الخبر: يوم بعد يوم عم نعرف أنه صفحات السوق السوداء تدار من قبل المركزي نفسه وكل مصارف الدولة من رواتب وغيره، وعم تطلع من فرق سعر الصرف. أما مها قالت: كيف عم يطلع معكم هالقرارات؟ مو طبيعي قديش عم تتعبوا وتفكروا بالمواطن. تعليق من عبادة أيضاً بيقول: طيب ليش الفزلكة؟ خلوا العالم تدفع بالدولار وخلصنا، ضروري هالحركات التافهة.